السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، مرحبا بكم في قناة عين في دروس العلوم للصف الثالث المتوسط. معكم الأستاذة وفاء ربيعان، ويرافقني معلم لغة الإشارة الأستاذ عبد السلام المغيني. نستكمل بإذن الله اليوم في درسنا عن البراكين، الجزء الثاني من البراكين. كالعادة لدينا ثلاثية التفوق، التركيز والتحفيز والتلخيص، متابعة الفيديوهات والمناقشة مع المعلم والزملاء، حل أسئلة نهاية الدروس والوحدة ومراجعتها، المتابعة اليومية للدروس عن بعد وحل الواجبات. وكالعادة لدينا ورقة لتدوين أبرز الملاحظات وأبرز الأفكار الأساسية عن الفيديوهات المشاهدة. يتم ذكر اسم الفيديو والموضوع والتاريخ، أبرز الأفكار الواردة في الفيديو، وكذلك التلخيص بكلماتك أو كلماتك الخاصة عن المفاهيم العلمية الواردة. كان لدينا واجبنا صاد 63، السؤال الثاني: صف المخاطر الناتجة عن البراكين. أريد أن أعطيكم دقيقة أو أقل من دقيقة لتفكروا بالمخاطر الناتجة عن البراكين ككارثة طبيعية لابد من الاستعداد لها، مثلها مثل ماذا؟ الزلازل. نعم رائعين، أحسنتم، الوفيات، هدم المدن، هدم القرى، أحسنتم. أيضا كذلك تلوث ماذا؟ الهواء، والاحتباس ماذا؟ الحراري. إذن تدمير المدن هذه بعض من المخاطر، تدمير المدن، تدمير القرى، تلوث الهواء. لماذا يتلوث الهواء؟ فكروا قليلا معي، لماذا يتلوث رائعين؟ بسبب ماذا؟ اندفاع الكثير من الرماد، أحسنتم، ومن ماذا؟ المقذوفات الصلبة إلى ماذا؟ إلى الخارج أو إلى الغلاف ماذا؟ الجوي، إغلاق المطارات والموانئ، الاحتباس الحراري. ولماذا يحدث الاحتباس الحراري؟ بسبب وجود الغازات الدفيئة، رائعين، غاز الدفيئة ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من خلال هذه العملية. نسترجع أهدافنا في درسنا عن البراكين. الأهداف أن يشرح أو تشرح كيف تؤثر البراكين في حياة الناس. تأثير طبعا تأثير مخاطر عديدة. تصف كيف تنتج البراكين مواد مختلفة، وبإذن الله سوف نتم تناول هذا الجزء، نصف كيف تنتج البراكين مواد مختلفة. نقارن بين كيفية تكون الأشكال الثلاثة من البراكين، أيضا سوف نتناول جزء منه اليوم وجزء في الفيديو القادم بحول الله. الأهمية، لماذا ندرس البراكين ككارثة طبيعية؟ قد تعرض الثورانات البركانية الإنسان والمخلوقات الحية لمخاطر كبيرة، لذلك نستعد لها. لا يمكن أن نتوقع زمن الحدوث البراكين مثل الزلازل تماما، لكن نستطيع التوقع أو التنبؤ أو وضع فروض باحتمالية حدوث براكين ماذا؟ براكين ماذا في المستقبل القريب، من خلال ماذا؟ من خلال دراسة البراكين الثائرة ودراسة السجل التاريخي للبركان الموجود في المناطق. ذكرنا البركان من مفرداتنا الجديدة، جبل ماذا؟ مخروطي قمعي، له فتحة في أعلاه، له فتحة صلبة تندفع منها ماذا؟ الصحارة التي تصهارة وتحتوي على ماذا أيضا؟ هي عبارة عندما تخرج تسمى ماذا؟ اللابة، وتحتوي أيضا على المقذوفات ماذا؟ الصلبة، وأيضا تحتوي على ماذا؟ الغازات. اللابة هذه أنواع البراكين، بركان درعي، بركان مخروطي، وبركان أيضا ماذا؟ مركب. نراجع المفردات، ما هي الصخارة؟ هي صخور مصهورة، وعندما درسنا الصخور في الصف الأول المتوسط، الصخور تحتوي على معادن، على معادن كثيرة في باطن ماذا؟ في باطن الأرض. إذن هو جبل قمعي الشكل، تخرج له فوهة دائرية صلبة، تخرج منه الصخارة والمقذوفات الصلبة والغازات، وكان هذا عندنا أحد ماذا؟ أحد البراكين. سوف نربط اليوم بإذن الله ما بين علم الأرض الذي نتناول فيه الزلازل والبراكين، وأيضا بين ماذا؟ بين الكيمياء كالعلوم ماذا؟ كالعلوم الطبيعية الموجودة عندنا. ما الذي يحدد طريقة ثوران البركان؟ أحيانا بعض البراكين ثورانها هائل جدا،
وأحيانا بعض البراكين ثورانها بسيط جدا، وأحيانا أيضا أخرى هناك أنواع من البراكين ثورانها متوسط. إذا عندي ثلاث أنواع من البراكين، يعتمد تصنيفنا لهذه البراكين على ماذا؟ على الثوران، إما ثوران قوي أو هائل، ثوران ضعيف، أو ثوران ماذا؟ ثوران متوسط. لندرس مع بعض نوع الصهارة. طبعا يحدد ثوران البركان هو نوع الصهارة وكمية الغازات المحتبسة الموجودة فيه، حيث تثور هذه البراكين بقوة إذا كانت اللابة تحتوي على نسبة عالية من السيليكا. ما هي السيليكا؟ السيليكا هي السيليكون والأكسجين، هذا مركب كيميائي يتألف من عنصرين هما السيليكون SI وأيضا الأكسجين O، يطلق عليه ماذا؟ السيليكا. إذا كانت هذه الصهارة تحتوي على كمية هائلة من ماذا؟ هائلة من السيليكا، فالثوران قوي. فالثوران قوي. إذا كانت هذه الصهارة تحتوي على كمية قليلة من السيليكا، من مركب السيليكا، وتحتوي على كميات أكبر من الحديد والمغنيسيوم، فالثوران ماذا؟ ضعيف. إذن ما الذي يحدد ثوران البراكين؟ هي كمية ماذا؟ الكمية السيليكا أو نوع الصهارة الموجود. إذا في الصهارة الموجود عندي كمية هائلة من ماذا؟ من السيليكا، فالثوران عالي. إذا موجود في الصهارة أو في اللابة الخارجة، في اللابة التي خرجت، كمية ماذا؟ كمية السيليكون قليلة، وكمية العناصر الأخرى في الصخور المصهورة اللي هي الحديد والمغنيسيوم كمية أكثر من السيليكا، فالثوران ماذا؟ ضعيف. خلينا نقرأ مع بعض هذه العبارة. إذا نوع الصهارة وكمية الغازات، وسوف نشرح هذا الشيء. إذا نتفق معا أنه يحدد أول نقطة تحدد لي هي نوع الصهارة، وسوف نقوم بشرح هذه الجزء الآخر من العبارة الموجودة عندنا. نوع الصهارة إذا يعتمد على ماذا؟ على السيليكا عالية، ثوران قوي. سيليكا منخفضة، ثوران ماذا؟ يكون ثوران منخفض. لماذا؟ لأنه عملية وجود كمية كبيرة من السيليكا في الصهارة، هذا يعني لي إن هذه الصخور أو هذه الصهارة كثافتها عالية. ماذا يعني لي؟ يعني لي إنها كثافتها عالية. ما معنى كلمة كثافة؟ أو ماذا نعنيه في الكثافة؟ وسبق درسنا الكثافة. سوف نجري تجربة لكي نعرف مفهوم الكثافة وما الذي يحدث للأجسام عندما تختلف ماذا؟ كثافتها. سوف نقوم بهذه التجربة معا. لدينا كأس يتواجد به ماء، كأس مدرج يتواجد به ماء. لدينا أيضا مسمار مصنوع من ماذا؟ من الحديد. ولدينا مكعب مصنوع من ماذا؟ من الخشب. أقوم بعملية وضع هذا المسمار في الماء. ما الذي يحدث لهذا المسمار؟ أحسنتم، رائعين، فكروا معي. سقط إلى الأسفل، غاص في الماء إلى الأسفل. أقوم بوضع هذا المكعب الخشبي في الماء. ما الذي حدث لهذا المكعب؟ طفى، انغمر جزء منه وجزء الآخر ماذا؟ أصبح فوق سطح الماء، يعني عملية ماذا؟ الطفو. لماذا هذا الاختلاف في الجسمين عندما وضعتهما في الماء؟ لماذا الاختلاف؟ فكروا معي قليلا. أحسنتم، مبدعين. بسبب اختلاف ماذا؟ الكثافة. أيهم أكثر كثافة برأيكم؟ نعم، أحسنتم، المسمار هو الأكثر كثافة لذلك غاص، بينما ماذا؟ مكعب الخشب هو أقل كثافة لذلك طفو. لذلك دائما نجد نحن ماذا؟ قشرتنا، قشرة القارات، أيهم أكثر كثافة؟ قشرة القارات التي نحن عليها، أم قشرة قيعان البحار والمحيطات؟ ما هو برأيكم؟ نعم، رائعين، فكروا معي كمثال. المسمار والخشب عند وضعهما في كوب من الماء، ما الذي حصل لهما؟ كذلك نحن، القشرة القارات التي نحن عليها هي أقل كثافة من قيعان المحيطات التي تغوص ماذا؟ إلى الأسفل. إذن هذه النقطة فقط أردنا أن نوضح بها مفهوم الكثافة. السيليكا لما يتواجد كمية كبيرة من السيليكا
في الصخور المنصهرة أي الصحارى تعطيها كثافة عالية، يعني هذه الصخور تعطيها كثافة عالية، وبالتالي لا تستطيع أن تتحرك، تقاوم التحرك، تصبح لزوجتها عالية. كمثال على اللزوجة العالية، العسل والماء، من الذي يتحرك بسهولة، العسل أم الماء؟ أحسنتم، الماء يتحرك بسهولة لأن لزوجته ضعيفة فيتدفق، لكن العسل لزوجته جدا عالية، لذلك لا يقاوم ماذا؟ الحركة. بارتفاع درجة حرارة العسل نعم تقل ماذا؟ اللزوجة، لكن بانخفاض الدرجة لما برد العسل تزداد ماذا؟ اللزوجة. إذن نتفق الآن، يحدد ثوران هو ماذا؟ نوع المادة التي نوع المادة أو نوع الصهارة الموجود، كمية عالية من السيليكا، ثوران هائل. ماذا يعني لي هذا الشيء؟ يعني لي كثافة عالية، يعني لي هذه المواد المصهورة التي تحتوي على السيليكا المرتفعة هي لزوجتها عالية جدا، لذلك هي تقاوم ماذا؟ تقاوم الحركة. طيب. نعم، نأتي للنقطة الأخرى، لما تكون نسبة السيليكا قليلة تحتوي ماذا؟ كمية أكبر من الحديد والمغنيسيوم، الكثافة منخفضة، إذن اللزوجة ماذا؟ قليلة، إذن هي تتحرك بماذا؟ بسهولة. إذن نرجع الآن أيضا كذلك نربط الآن، نبغى نفسر، إذن الآن فسرنا الآن جزء بسيط، لماذا؟ ما الذي يحدد ثوران البراكين؟ ثوران هائل أو قوي، وثوران آخر للبراكين ثوران منخفض، وثوران آخر للبراكين بصورة متوسطة الشدة. وهذا ما نلاحظه حقيقة عندما نشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو نشاهد في نشرة الأخبار، أو في أي في 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 أي فيديو من الفيديوهات العلمية، عندما نشاهد عن برنامج عن البراكين نشاهد أنواع مختلفة للثورانات. في جميع الأحوال هذا يثير التساؤل لدينا، لماذا بعض البراكين ثورانها شديد، لماذا بعض البراكين ثورانها منخفض، ولماذا بعض البراكين ماذا ثورانها متوسط. إذا عرفنا الآن الذي يحدد لي أول عامل هو نوع الصهارة. نربط الآن، نريد أن نشرح بتفصيل كيف تحدث عملية الثوران للبركان بطريقة مشابهة لثوران المشروب الغازي. هذا لدينا مشروب غازي، ماذا يحتوي؟ عبارة عن محلول متجانس، محلول غازي متجانس، غاز سائل متجانس، يحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، ويحتوي أيضا على ماذا؟ يحتوي على السكر، ويحتوي أيضا على ماذا؟ على مسحوق يعطي ماذا؟ يعطيها اللون الموجود لدينا. طبعا في هذه الحالة بمجرد أنه عملية الغلق هذا يؤدي لذوبان ماذا؟ غاز ثاني أكسيد الكربون في ماذا؟ في المكونات السائلة الأخرى. بعملية خط هذه أو رج هذه القارورة أو هذه الزجاجة، بعملية رجها ما الذي يحدث؟ نزيد ضغط الغاز على المكونات، يتم زيادة ضغط الغاز على المكونات باستمرار عملية الرج. عملية الرج نزيد ضغط الغاز على المكونات. عندما يتم الفتح ما الذي يحدث؟ عملية ثوران شبيهة ماذا؟ شبيهة بالبركان، ويقل الضغط. من الذي يخرج؟ تخرج الغازات ويقل ماذا؟ الضغط. هذا حقيقة ما يحدث في حالة البراكين بطريقة مشابهة لهذه. نجد مع بعض، إذن هناك وجه شبه؟ نعم وجه شبه. ما الذي يحدث؟ عند رج المشروبات الغازية قبل فتحها يزداد ضغط الغاز بداخلها، يضغط الغاز على باقي المكونات، على السائل وعلى باقي المكونات الأخرى، وعند فتح الغطاء يقل الضغط، يقل الضغط ويحدث ماذا؟ الثوران، وتخرج ماذا؟ الغازات. يقل ضغط الغاز وتخرج ماذا؟ الغازات. وهذا دائما كذلك لما أقوم بعملية أو تقوم بعملية نفخ بالون، ما الذي يحدث البالون؟ يبدأ البالون يتمدد. لماذا يتمدد؟ بسبب ضغط الغاز على الجدران الداخلية، يتمدد يتمدد. كلما أضفت كمية أكثر من الغاز، يعني كمية أكثر من الغاز، يزداد التمدد، يزداد تمدد ماذا؟ البالون، إلى أن نصل للمرحلة كلما زاد ضغط الغاز على البالون، ما الذي يحدث البالون؟ أحسنتم، رائعين، فكروا، ينفجر ماذا؟ ينفجر البالون. هذا شبيه بما يحدث بثوران، لماذا يثور البركان؟ نسترجع الآن كيف تحدث عملية الثوران البركاني بطريقة مشابهة لثوران المشروب ماذا؟ الغاز. الآن ذكرنا ما الذي يحدث، هناك الصهارة
التي تحتوي على ماذا؟ تحتوي على السيليكا عالية وبعضها سيليكا أيضا إيش منخفضة. بالعملية العادية كيف ما الذي يحدث أو من أين أتت هذه الصهارة؟ الصهارة عبارة عن صخور منصهرة. ما الذي حدثت؟ حدث في عملية معينة إن أحد الصفائح الأرضية غاصت لمنطقة الستار. إحنا منطقة القشرة، منطقة ماذا؟ الستار، منطقة درجة الحرارة مرتفعة، وهي تشبه ماذا؟ معجون الأسنان، يعني مادة لدينة. ما الذي يحدث لهذه الصخور أو هذه الصفائح التي تحتوي على صخور غاصت في منطقة الستار؟ حدث عملية ماذا؟ انصهار، تكونت لدي ماذا؟ الصهارة. أساساً في البداية هي كانت على سطح الأرض، إذن يتواجد بها ماء، صحيح؟ يتواجد بها ماء. عند غوصها ما الذي حصل؟ إذا عند غوصها تفككت وتحللت وأنتجت لي ماذا؟ الماء تحول، طبعاً بارتفاع درجة الحرارة الماء سائل، بارتفاع درجة الحرارة يتحول إلى بخار، الماء يتحول إلى ماذا؟ غاز، بالإضافة إلى غازات أخرى نتيجة ماذا؟ المواد المعدنية الأخرى. إذن هنا هذه السيليكا الغنية، هنا هذه الصهارة الغنية بالسيليكا تحبس ماذا؟ بخار الماء، الغاز، تحبس بخار الماء اللي هو الغاز وغازات أخرى داخلها. عملية حبسها وعملية ارتفاع درجة حرارة الحرارة في منطقة الستار يؤدي إلى عملية ضغط هذه الغازات على هذه الصهارة الغنية بالسيليكا، عملية ضغط عليها، ضغط عليها إلى أن نصل إلى مرحلة يزداد الضغط، يحدث عملية ماذا؟ ثوران لهذا ماذا؟ ثوران لهذا البركان وخروج لهذه الغازات. فقط تخرج الغازات؟ لا، تخرج غازات وتخرج أيضا ماذا؟ مقذوفات صخرية، وتخرج لدي اللابة، تخرج لدي حمم، يخرج لدي فتات ماذا؟ بركاني هائل. إذا نفس عملية لو قارناها بنفس وجه الشبه بينهما لكن اختلاف المكونات. إذا تضغط الغازات وبخار الماء على الصهارة أين تتواجد؟ في ماذا؟ في ماذا؟ في منطقة الستار التي قامت بعملية ماذا؟ الذوبان، نتيجة غوص الصفيحة فيها، نتيجة حبس الغازات وبخار الماء في الصهارة الغنية بالسيليكا، مما يؤدي لتوليد ضغط هائل على الصهارة الغنية. من أين يأتيها هذا الضغط؟ من الذي يضغطها؟ رائعين، الغازات هي التي تضغط هذه الصهارة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ويحدث ثوران. لماذا يحدث ثوران؟ لكي تتحرر هذه الغازات، نعم، لكي تتحرر ويقل ماذا؟ ويقل الضغط. عند وصول الضغط إلى حد معين، عملية ثوران شبيهة عندما أقوم بعملية نفخ البالون ثم أزيد من ضغط الغاز على هذا البالون، أزيد إلى أن ينفجر، هذا ما يحدث تماما. إذن تذكر جيدا عزيزي الطالب أن تركيب الصهارة وكمية الغازات، وهنا نقف عليها، قلنا يحدد ثوران أي بركان، قلنا نوع الصهارة، وجود ماذا؟ سيليكا غنية بالسيليكا أو ضعيفة بالسيليكا، قليلة السيليكا، والآخر العامل الثاني أيضا كمية الغازات. كلما كانت الغازات المحبوسة في هذه الصهارة كبيرة كان الثوران هائل، كان الثوران ماذا؟ قوي. كلما كانت الغازات المحبوسة في هذه السيليكا مع نوعية الصهارة، طبعا مع نوعيتها تؤثر عليها، كلما كانت قليلة كان الثوران ماذا؟ أقل. إذن تركيب الصهارة من حيث وجود السيليكا بكمية كثيرة أو قليلة، وأيضا كمية الغازات المحتبسة فيه، يحدد شدة ماذا؟ الثوران لهذه البراكين. نختبر أنفسنا قليلا، قطع من الصخور أو اللابة المتصلبة الساقطة من الهواء بعد ثوران البركان، قطع من الصخور، صخور، إذن ماذا نسميها؟ أحسنتم، هي تخرج صخور ثم ترجع ماذا بعد ثورانها؟ ترجع إلى الجبل، إلى الجبل البركاني، عندما تبرد، وممكن عملية ماذا؟ التصاق، سميها ماذا؟ رائعين، مقذوفات بركانية. لأن احنا عرفنا اللابة هي الصخور خارج على سطح الأرض. يعتمد شدة ثوران البركان على كمية الغازات ونسبة السيليكا. فين موجودة كمية الغازات ونسبة السيليكا؟ أحسنتم، في الصحارة الموجودة في باطن ماذا؟ في باطن الأرض. لدينا أيضا صل بين المفردة الأولى بما يناسبها من العمود الثاني. عندنا عمود أول وعندنا عمود ثاني، نكتب رمز ماذا؟ الإجابة
السليمة. خلينا نشوف العمود الأول، تدفق الفتات البركاني، تدفقات طينية، لابة، لابة غنية بالسيليكا، لابة غنية بالحديد والمغنيسيوم، مقذوفات بركانية صلبة. لدينا في العمود الثاني صهارة تتدفق على سطح الأرض، رماد بركاني وكتل بركانية ولابة متصلبة تقذف في الهواء في أثناء الثوران البركاني وتسقط على الأرض. صهارة تتدفق على سطح الأرض، ما هي؟ أحسنتم، هي ماذا؟ هي اللابة. إذن هذا رقم ماذا؟ ألف. خلينا نأتي أيضا كذلك، تتدفق جيم، تتدفق على سطح الأرض بسهولة لقلة لزوجتها، ما هي برأيكم؟ هي أي لابة أو أي صهارة؟ أحسنتم، هي الغنية بالحديد والمغنيسيوم، هي القليلة بماذا؟ قليلة بالسيليكا، هذا رقم ماذا؟ جيم. إذن ربطنا بين جيم وخمسة عشر. تقاوم التدفق على سطح الأرض لأنها لزجة عالية اللزوجة، ما هي؟ أحسنتم، هي لابة غنية بماذا؟ هي لابة غنية بالسيليكا، هذا رقم دال. تدفقات مفاجئة وسريعة جدا للمقذوفات البركانية في صورة غيوم ممزوجة مع غازات ساخنة، ما هي هذا الشيء؟ هي تدفق الفتات البركاني، انهيارات لهذه الصخور وحركتها بسرعة ماذا؟ هائلة، مع درجة حرارة ماذا؟ عالية، مع غيوم كما لاحظنا. هذا هو عندي الفتات ماذا؟ هذا عندي الفتات البركاني، رقمها لدينا هو الفتات البركاني. غالبا ما تصاحب الثورانات البركانية وتحدث عند هطول أمطار غزيرة. إذن ما الذي نجده فيها؟ غالبا ما الذي؟ أحسنتم رائعين، هي ماذا؟ غالبا ما تصاحب الثورات البركانية وتحدث عند هطول، هي تدفقات ماذا؟ طينية، هطول أمطار وتدفق طيني. إذن هذه أمطار حدثت غالبا عندما تحدث البراكين نتيجة قذف ماذا؟ قذف الغازات، ومنها غاز ماذا؟ ثاني غاز، غاز اللي هو الماء، الماء ثم يبرد ثم يكون ماذا؟ السحب والغيوم، ثم تسقط على شكل ماذا؟ أمطار، يتواجد طين، تصبح لدي ماذا؟ تصبح لدي، تصبح لدي ماذا؟ تصبح لدي تدفقات ماذا؟ طينية. مقذوفات بركانية صلبة، ما هي؟ أحسنتم، هي رماد بركاني، كتل بركانية، لابة متصلبة تقذف في الهواء في أثناء الثوران البركاني وتسقط على الأرض. إذن هي رماد، هذه المقذوفات، كتل، لابة متصلبة، هذا رقم ماذا؟ رقم باء لدينا. إذن نأتي أيضا، إذن الآن عرفنا ما الذي يحدد ثوران البراكين، وكل ما تثور هذه البراكين وتقذف لابة على سطح الأرض وتقذف مقذوفات صخرية، مقذوفات صلبة من ضمنها صخور، تكون لي أشكال أخرى من الصخور وتزود القشرة الأرضية بصخور ومعادن ماذا؟ مختلفة. إذن سؤالي الآن عزيزي وعزيزتي الطالب، هل ثوران، شدة ثوران البركان، هل من الممكن أنه يعطينا أشكال مختلفة للبراكين؟ هل نعتمد في عملية تصنيف البراكين لأنواعها على شدة ثوران البركان؟ فكر قليلا معي. نعم أحسنتم، إذن البراكين لها أنواع وصنفوها العلماء لأصناف اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على ماذا؟ على شدة ماذا؟ الثوران. إذن أشكال البراكين، لدي براكين درعية، براكين مخروطية درعية، مخروطية الشكل، مركبة كأنها طبقات، وشقوق وثوران الشقوق، أربع أنواع سوف نتناول في درسنا اليوم البراكين ماذا؟ الدرعية. ما هي البراكين الدرعية؟ براكين الدرعية بهذا الشكل، حجمها كبير، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن طبقات من ماذا؟ طبعا ثورانها ضعيف جدا، هذه البراكين الدرعية ثورانها ضعيف جدا. إذن ثورانها ضعيف أو منخفضة الثوران، هذا ماذا يعني لي ثورانها منخفض؟ فكروا قليلا، ماذا يعني لي؟ ما هي نوعية الصهارة الموجود فيها؟ أحسنتم، صهارة قليلة بالسيليكا وغنية بالحديد والمغنيسيوم، لذلك هي تتدفق بسهولة، لزوجتها ماذا؟ قليلة، لذلك الثوران يكون ماذا؟ منخفض، الغازات الموجودة فيها جدا ماذا؟ جدا قليلة، يعني يوجد فيها غازات لكن ضغط الغازات فيها قليلة جدا، لذلك ثورانها ماذا؟ ضعيف أو منخفض. درعية عبارة عن ماذا؟ بركان أفقي واسع الامتداد،
منبسط تماما، حجمه كبير لكن ارتفاعه ماذا؟ قليل جدا. طبعا هذه هي الأنواع وهذه الصور، سوف نتناول فقط اليوم الدرعية. نشاهد الدرعية، ما هو البركان الدرعي؟ من عدة طبقات أفقية منبسطة واسع الامتداد، رأينا مساحته، شوفوا مساحته تقريبا 50 كيلو، بركان طبقات أفقية بازلتية واسع الامتداد، جوانبه قليلة ماذا؟ الانحدار. قوة الثوران للبركان الدرعي منخفضة. لماذا؟ لماذا؟ فكر معي، لماذا؟ فكر، أحسنتم رائعين. لأن السيليكا قليلا، قليل موجود في الصهارة سيليكا، لكن الأكثر هو عنصري ماذا؟ الحديد والمغنيسيوم، ممكن نقول الصخور والمقذوفات التي تعطينا إياها بازلتية. لماذا بازلتية؟ لأنها ماذا؟ مليئة في الحديد والمغنيسيوم، قليلة ماذا؟ قليلة السيليكا. طبعا يتواجد منظر لجبل مار في حرة رهط، يعتبر هذا البركان في جبل مار في حرة رهط في المملكة العربية السعودية من البراكين الدرعية، يعني يشبه ماذا؟ الدرع، منبسط كبير ماذا؟ كبير الحجم. هل هي خطيرة؟ جميع البراكين خطيرة، لكن بما أن ثورانها منخفض فهي أقل خطورة. إذن نصل إذا ماذا تعلمنا؟ ما الذي يحدد طريقة ثوران البركان؟ نوع الصهارة وكمية الغازات. تثور البراكين إذا كانت اللابة تحتوي أو الصهارة تحتوي نسبة عالية من السيليكا، سيليكون وأكسجين، كثافة مرتفعة، لزوجة ماذا؟ عالية، تقاوم الحركة وتحبس ماذا؟ الغازات. ضغط هذه الغازات يؤدي إلى ماذا؟ ضغط هذه الغازات يؤدي، نصل لمرحلة معينة يؤدي هذا الضغط ماذا؟ إلى الانفجار. تثور بهدوء، إذا كانت تثور بهدوء، لاحظنا هنا تثور بقوة وهنا تثور بهدوء، بقوة بسبب حبس كمية هائلة من الصخور. تثور بهدوء إذا كانت نسبة السيليكا قليلة وتحتوي على الحديد، إذا تحتوي أكثر عنصري الحديد والمغنيسيوم، كثافة منخفضة، ولزوجة ماذا؟ ولزوجة قليلة جدا، لذلك هي ماذا؟ تقوم بالحركة. أشكال البراكين 4 أشكال درعية تشبه الدروع، عبارة عن بركان كبير الحجم منبسط، طبقات من ماذا؟ طبقات بازلتية، لأن الحديد والمغنيسيوم يشكل لي ماذا؟ يشكل لي مادة بازلتية، مخروطية شكل مخروط، مركبة وأيضا ثوران الشقوق. لدينا واجبنا صاد 63، لماذا التفكير الناقد؟ لماذا تنفجر الصهارة الغنية بالسيليكا؟ ولدينا أيضا واجب آخر، ارجع إلى مواقع الإلكترونية للحصول على معلومات حول البراكين النشطة في العالم. في العالم قارن بين أي بركانين نشيطين، ضع معلومات تاريخه، المساحة، شكل التدمير، ضع في جدول ثم أعرضه على ماذا؟ على زملائك. بذلك أعزائي الطلاب نكون قد أنهينا من الجزء الثاني من البراكين. ادفع نفسك للأمام كل يوم، ليس المهم أن تتقدم بسرعة لكن المهم أن تتقدم في الاتجاه السليم. أشكر لكم أعزائي الطلاب والطالبات حسن متابعتكم، ابقوا معي في الدروس القادمة، شاكرة لكم.